يروح، كيف بده يتحرك، متى بصير له absorption، كيف عملية الديستريبيوشن تتم، بعد قديش وقت راح يصير له ميتابوليزم، عملية الاكسكريشن أو الإليمينيشن كيف راح يصير له إليمينيشن. الآن هل أثناء الإليمينيشن ممكن يعمل ري أبزوربشن ولا مش ممكن يعمل ري أبزوربشن؟ إذا هذا كله لازم يكون مدروس وكله لازم يكون معروف، وأقدر أحدد طبيعة الدرج على أساس أقدر أبني أنا فكرة كاملة وأعمل درج يكون إيش هو، يكون نافع. طبعا الآن furthermore the rate of drug dissolution that is the rate at which a solid drug dissolves in the aqueous medium controls its activity when a solid drug is administered by enteral routes as a solid or a suspension. طبعا الآن هون أنا لما بدي أعرف مثلا أنا عملت drug، برضو إلنا شغل كثير وإلنا ريليشن كثير مع مين، مع الستكس. مثلا أنا عملت درج والدرج هذا كان إفكتيف وعملته على شكل تابلت، وجماعة الستكس عملوا فورميلا وحطوه في المكبس وكبسوه، لكن هذا الدرج أو هذا التابلت بعد ما يأخذها الشخص تقعد مثلا 5 6 ساعات وهي بعدها ما ذابت. ليش؟ لأنه أنا الإكسيبيانت اللي استخدمته هو سوليبيليتي له قليلة، والضغط اللي أنا حطيته على التابلت كان ضغط عالي، الآن السوليبيليتي أصبحت قليلة، فممكن تدخل داخل الجي اي سيستم، ما يصير في إلها ريليز، وتخرج برضه وبدون ما يصير إلها ريليز. إذا هون إيش أنا استفدت من الدرج؟ إذا لهذا السبب إنه لازم يكون في عندي أنا لكل ستيب بدي أعملها لازم يكون في دراسات معمقة وتكون الأمور مدروسة ومعروف إيش راح يتم. طيب الـ absorption is the passage of the drug from its site of administration into the plasma after enteral administration. It involves the passage of the drug through the appropriate membrane. إذا هو عبارة عن اللي هو إيش؟ passaging لمين؟ للدرجز خلال اللي هو الممبرين after its إيش؟ administration. الآن good absorption normally required that a drug molecule has the correct balance between its polar اللي هو الهيدروفيليك مع النون بولر اللي هو الهيدروفوبيك جروب. إذا هون لازم يكون في عندي أنا إيش؟ balance. لما أنا بدي أتكلم عن الأبزوربشن، لأنه إحنا بنتكلم عن الدرج داخل الجسم تصير له absorbance، الأبزوربنس من خلال تشو. طيب إحنا في عندي إيش؟ في عندي هيدروفيليك وفي عندي هيدروفوبيك. طيب الهيدروفيليك اللي هو بولر، الهيدروفوبيك اللي هو النون بولر، بمعنى انه انا في عندي ووتر وفي عندي ليبيد او اويل. اذا لازم يكون في عندي ريشيو، في عندي بالانس، انه يكون هذا الدرج يكون قادر على انه يكون موجود في البولر ويكون موجود في النون بولر، بمعنى انه لازم يكون في فانكشنال جروب تسحبه لاي طرف حسب ما انا بدي اعمل ايش توجيه او دايركت لهذا الدرجز. طيب drugs that are two polar، لو كان ال drugs two polar بمعنى انها راح تروح مع الهيدروفيلك، اذا will tend to remain in the blood stream whilst those that are two non polar will tend to be absorbed into the remain within the lipid interior of the membrane. بمعنى اذا كان ال drug two polar راح يظله في ال blood stream وراح يظله مع الماء، لو كان two non polar راح يصير له امتصاص بشكل سريع داخل التشو، ووين راح يعمل ستيك ويلتصق، وين في الليبيد انتيرير، يعني في المنطقه اللي فيها ليبيدز او فيها الدهون. الان في كلتا الحالتين انه يظل في البلد او انه يظل في الليبيد هذا خطا. اذا انا بدي شيء انه يكون بالانس، انه دخل البلد ستريم بعدين صار له امتصاص وطلع وراح على التارجت تبعه. اذا in both case depending on the target the drug is likely to be ineffective. تمام؟ The degree of absorption can be related to a such parameters as اللي هو ال partition coefficient, solubility, ال pKa, ال excipients وال particle size. وأنا بهمني إنه تركزوا على هذه اللي هي ال parameters اللي هي موجودة في ال absorption، لانه هذه البارامترز هي اللي بتحدد لي النيتشر وطبيعه المركب ايش هو. اذا البارتيشن كوفيشنت، السوليبيليتي،
البي كي اي، الاكسيبيانس والبارتيكل سايز. الان example the ionization of the analgesic aspirin is suppressed in the stomach by the acid produced from the parietal cell in the stomach lining. As a result, it is absorbed into the bloodstream in significant quantities. In its unionized and hence uncharged from through the stomach membrane. إذن بمعنى إنه هذا الأسبرين لما يدخل داخل المعدة بسبب الأحماض بصير له ionization. إذن هذا الionization بأهله إنه يصير له إيش عملية absorb. طيب من البلاد ستريم للسيجنيفيكانت كوانتيتيز بشكل كبير. الان ايونايزد هذا ما في عليه شحنه، اذا هون بصير ايش؟ ممكن انه يبقى في الاستومك ممبرين. طيب الان نيجي للديستريبيوشن. الديستريبيوشن از ذا ترانسبورت اوف ذا دراج فروم اتس انيشال بوينت from its initial point of administration or absorption to its site of action. The main route is the circulatory system. However, some distribution does occur via the lymphatic system. In the former case, once the drug is absorbed, it is rapidly distributed throughout all the areas of the body reached by the blood. إذن هون الآن إذا كان أنا الدرجز اللي صممته ودرست التراك تبعه كامل وكان هو ناجح، لأن بعد ما يصير له absorption على طول رح يبدأ يعمل إيش distribution إنه يصير ينتشر. الآن الانتشار إنه الدرجز هذا بده ينتشر ويروح يرتبط في التارجت أو البروتين اللي هو المخصص له. إذا drug are transported dissolved in the aqueous media of the blood either in a free form or reversibly bound to the plasma protein وبنتقل لوين؟ للتارجت اللي المفروض يعمل فيه. اذا بصير عندنا بالشكل هذا انه الدرجز دخل صار له absorption عمل ارتباط كدرج بروتين كومبلكس. اذا هون الدرج بروتين كومبلكس ممكن يروح ويذهب للتارجت اللي هو احنا محتاجينه فيه. اذا drug molecule bond to a plasma protein have no pharmacological effect until they are released from those proteins. إذا الآن عند ارتباط الدرجز في هذا البروتين أو في البلازما أو البروتين الموجود في البلازما ما راح يكون له pharmacological effect حتى يوصل للتارجت ويعمل release، يعني يفقد الارتباط، يعني يبطل مرتبط في هذا البروتين ويرتبط في التارجت اللي بده إياه، راح يعمل إيش؟ راح يعمل الactivity. However, it is possible for one drug to displace another from a protein if it forms a more stable complex with that portion. This may result in unwanted side effect which could cause complication when designing a drug regimens involving more than one drug. إذا هنا في هاي الحالات إذا كان في واحد بأخذ علاج أو بأخذ أكثر من علاج في نفس الوقت إنه ممكن الدرج يجي ويحل مكان الآخر، يعني في البروتين كومبلكس لما داخل البلاد ستريم إنه ممكن درج يجي يرتبط مكان درج آخر. هون بصير في عنا سايد إفكت والأنوانتد إفكت إنه هذا الدرجز مش راح يوصل للتارجت تبعه. عشان هيك نفضل إنه عندما نأخذ العلاج أو العلاج يكون في مباعد ما بين العلاجات، إنه مثلاً على الأقل نص ساعة أو ساعة بحيث إنه الدرج هذا يوصل للماكسيمم concentration داخل البلد بعدين يوصل للتارجت بعدين انا باخذ العلاج الثاني حتى يمشي في نفس، يعني مش لازم انه اخذ انا العلاجات كلها في نفس الوقت. اذا moreover low plasma protein concentration can affect the distribution of the drug in some diseases such as اللي هو rheumatoid arthritis or arthritis. A major factor that influence distribution are the solubility and stability of a drug in the biological environment of the blood. هذه نقطة مهمة برضه، إنه هون أنا زي ما حكيت
انه ايش في الابزوربشن، ايش الفاكتورز اللي بياثرن. برضو انا هون في عندي في الديستريبيوشن، في عندي السوليبيليتي شيء مهم انه يتاثر، والستيبيليتي برضو شيء مهم بالنسبه للدرج او للديزايند درج. Sparingly water soluble compound may be deposited in the blood vessels leading to restriction in blood flow. الآن drug stability is particularly important in that serum proteins can act as enzyme that catalyzes the breakdown of the drug. Then decomposition such as these can result in a higher dose of the drug being needed in order to achieve the desired pharmacological effect, which increases the risk of toxic side effect in the patient. الآن هذا الديكومبوزيشن برضو كمان شيء مهم إني أعرفه، لأنه ممكن الدرجز إذا دخل داخل جسم الإنسان في عمليات ميتابوليزم ما كان مدروسة ممكن يصير له تحطيم أو تكسير. هذا الناتج من التكسير الديكومبوزيشن ممكن إنه يعمل إيش، يكون توكسيك ويأثر على الجسم. إذا أنا حتى لما بدي أعمل تصميم للدرج بدي أكون عارف إنه هذا الدرج لما يصير له تكسير داخل الجسم راح يتكسر لإيش. إذا المواد اللي تكسر إلها لازم تكون مواد غير ضارة وغير توكسيك في الجسم. Then, however, the active form of some drug is produced by the decomposition of the administered drug. Drugs that function in this manner are known as a prodrug. وهذا اللي احنا كنا تكلمنا عنه قبل قليل، انه الدرجز اللي هي ما بتشتغل الا بعد ما يصير لها عمليه ميتابولايت داخل الجسم الحيوي اللي هي البرودرج. فور اكزامبل اللي هو في عندي انا البكتيريوسايد برونتوسايل اللي هو discovered في 1935 is not active but its metabolized is or in situ to the bacteria اللي هو السلفانامايد. اذا انا في عندي هون لبرونتوسايل كأنتي بايوتيك او كبكتيريوسايد، هذا مش فعال، هو برودرج بيدخل داخل الجسم بصير له عمليه ميتابولايز، بصير له ديكومبوزيشن، الناتج من الديكومبوزيشن راح يعطيني سلفينيل اميد، والسلفينيل اميد هو بكتيريوسايدل. اذا بعدين اذا بعد ما صار عمليه اللي هو الديكومبوزيشن بدا يعطيني ايش، بدا يعطيني الاكتيفيتي. بالنسبة للميتابوليزم الآن احنا اعتقد لم يبقى معنا وقت، بالنسبة للميتابوليزم راح نتوقف عنها ان شاء الله في المحاضرة القادمة راح نكمل. بالنسبة للميتابوليزم وما تبقى من مواضيع، اذا راح نقف هون. اذا في عنده احد اي سؤال اي استفسار خلال الثلاث اربع دقائق القادمة فممكن أن أسمع أسئلتكم. دكتور؟ نعم. معلش سؤال بس. تفضل. هلأ الدواء لما يكون في حالة الأيونايزد والنن أيونايزد مين اللي بدي يصير له أبزوربشن؟ النن أيونايزد صح؟ ما هو حسب أنت وين التارجت اللي تبعه. لأنه بس هو حسب بس التارجت. هو دكتور كيف ينحسب التارجت دكتور؟ يعني أنا صراحة من خلال دراستي يعني بالفصول الماضية إنه كان يحكوا لنا دائما إنه الأيونايزد هو بيصير له إكسكريشن أسرع لأنه بيكون ووتر سوليوبل. صحيح. وإحنا بهدفنا دائما نخلي إنه الدرج عنا نن أيونايزد عشان يقدر إنه يعبر إيش السيل ميمبرين. مظبوط هذا الكلام؟ إحنا قلنا لازم يكون في بالانس صح؟ لازم يكون في بالانس، لأنه إذا أنا عملته مثلا إنه هو نن أيونايزد بالكامل راح يكون هو ليبيد سوليوبل صح؟ صح. إذا هو راح يطلع من البلاد ستريم على طول، يدخل في أي ممبرين أو في أي بارير في ليبيدز ويجلس هناك خلاص. إذا هنا أنا باجي بحكي ما بقدر أعمم، يعني إحنا بحكينا وفي دراستنا ما بقدر أعمم، أنا بدي أعرف التارجت تبعي وين. يعني هو شيء مهم، إحنا لسه الآن في البداية لكن لقدام شوي راح تعرفوا إنه أنا لازم أحدد التارجت تبعي إيش هو. هل هو التارجت مثلا جاي في الووتر سوليبل بارت، ولا يعني الميديا للتارجت تبعي ايش الميديا له؟ هل هي ووتر؟ هل هي ليبيد؟ على هذا الاساس انا بدي اعمل ديزاين، ما احنا بنحكي ديزاين صح؟ فما بقدر اجي احكي انه لا خلاص كل درج هي ووتر سوليبل. اذا كل درج هي ووتر سوليبل معناته الادويه اللي بتختص في السي ان اس معناته هذا مش راح تشتغل صح؟
صح. لانه ايش النيتشر للدرجز اللي هي للسي ان اس؟ النيتشر لها المفروض انها تكون هي ليبيد سوليبل حتى تدخل في البريد برين بارير، فهمت ولا عليك. يعني اذروايز مش راح تصير في افكت. مظبوط. صح مظبوط. فهي ما بق... يعني ما بقدر اعمم على العموم انه انا كلهم لازم يكونوا ايونايز او كلهم لازم يكونوا نون ايونايز. في معادله حسابيه بحيث ان انا لما اعرف النيتشر للتارجت تبعي ايش هو، بعمل الحسبه وبقدر احدد انه ايش كيف يكون هذا الدرج، متى يتأين، في اي وقت يتأين، وفي اي مكان هو لازم يتأين حتى يعبر هذا هذا الممبرين او هذا البارير اللي موجود امامه. اوكي تمام دكتور. تمام وصلت. اوكي طيب غيره دكتور بدي أسألك، لما أنت تفضل. حكيت أول المحاضرة، لما حكيت ليست من الهرمون أو ليست من الأنتي بكتيريا من ناحية أي الطبيب، شو قصدك أنت بالليست يعني هاي القائمة؟ الان احنا بدنا نحكي ككلاسيفيكيشن. الان ككلاسيفيكيشن صار في عندنا عده ترتيبات او عده قوائم. اوكي الان انا مثلا كميديسينال كيمست، انا بايش بهمني كميديسينال كيمست؟ بهمني اني اعرف الاستراكشر، اعرف كم عدد الكربونات، ايش الحلقات، ايش الفانكشنال جروب، اكسجين نيتروجين، ايش اللي موجود، واعرف التارجت تبعي حتى اقدر ايش اشتغل، انه اعرف انه هذا الاستراكشر راح يرتبط هون ولا مش راح يرتبط، راح يكون في له فاعليه ولا مش راح يكون له فاعليه. الان هذا انا كميديسينال كيمست. طبعا هذا الكلاسيفيكيشن انا بهمني. الان لو اجينا قارنا مثلا مع مين، لو قارنت انا مع فارماكولوجيست، الفارماكولوجيست ايش بهمه؟ بهمه يعرف قد ايش الفاعليه للعلاج. طيب صح؟ صحيح. الفارماكولوجيكال فارماكولوجيكال. اذا هو بهمه انه مثلا انا في عندي مرض الفلاني بتعالج بالمركب كذا، اذا هو بيعتمد على نوعيه المرض ايش هو، ايش الافكت تبعه. مثلا لو كان هو طبيب اللي بيتعامل مع الموضوع، الطبيب ايش بده؟ الطبيب بده كيسز، انا في عندي حاله مرضيه 1 2 3، الافكت درج لها هو 1 2 3، اذا راح يختلف الكلاسيفيكيشن. اذا فاحنا لما حكينا انه الكلاسيفايد، انه الليسته مثلا اللي انت بتحكي عنها اللي حكيتي لي انه كليست كقائمه، الان انا كميديسينال كيمست القائمه بتيجي عندي على شكل ستراكشر او كيميكال ستراكشر واكتيفيتي. اوكي يعني بمعنى انه لما يدرجوهم مثلا ستيرويد، خلاص انا عارف انه الستيرويد في عندي اربع حلقات، واحده منهم خماسيه وفي عليهم فانكشنال جروبس. طيب اذا هذا كستيرويد، كمجموعه ستيرويد. لكن لو اجينا شفنا احنا في الستيرويدات ايش الاكتيفيتي تبعتهم، هي مختلفه. طبعا في شيء منه اشتغل كهرمونز، في شيء منه بيشتغل كبايو انتيبايوتيك، في شيء مشتغل منه كديوريتكس. طبعا الان الهرمونز والديوريتكس والانتيبايوتيكس ما بيجوا كلهم بنفس القائمه. يعني بالنسبه مثلا لطبيب، اذا انا بدي اجي احكي له للطبيب انا في عندك مثلا الستيرويدز، طب بقول لي طيب انا مثلا في واحد عنده مشاكل هرمونيه ايش اعالجه؟ بده المشكله ايش هي، مثلا واحد عنده انتي بكتيريال، طب ايش الانتيبايوتيك المناسب اني اعطيه؟ لازم هو بده الانتيبايوتيك، او يعني اذا في عنده مثلا بكتيريال انفكشن اعطيه الانتي بكتيريال كلهم، ايش الادويه اللي بتشتغل كانتي بكتيريال عشان هو يصرف منها او عشان هو يتعامل فيها. مثلا كان في عنده بحاجه انه في واحد عنده مثلا احتباس في السوائل بده ديوريتكس، انت قل لي ايش هي الديوريتكس ايجنت كلها عندي، لا تقول لي ستيرويدز ولا تقول لي الكالويدز ولا تقول لي، لا هو بده خلاص اعطيني ايش المرض وايش الادويه اللي بتعالجه المرض والادويه. هيك هيك مثلا الكلاسيفيكيشن هذا هو اللي بيناسبه، ما بيناسبه كلاسيفيكيشن اخر انه يعرف الاستراكشر كيمستري او يعرف ايش الفانكشنال جروب. واضح؟ تمام واضح. بس انا كان يعني مفهومي لما يعني كديوريتيك او انتي بكتيريال ايجنت او كهرمون، هاي الاشياء تراجع لمين، هي للكيمست ولا للفارماكولوجيست؟ شوفي هذول الان، هذول الان احنا بنحكي ك يعني كمثال للتوضيح، لكن انت بيعتبر على بيعتمد على انت كشخص اي كلاس انت بتحبي تمشي فيه. يعني انت ايش التخصص تبعك؟ يعني مثلا هسه المفهوم بشكل يعني كملخص انه كيمست هو مهتم في الكيميكال ستراكشر، كفارماسيست مثلا بيهتم في الفارماكولوجيكال افكت، ك
كفيزيشن مهتم في الالنس المرض وايش العلاجات اللي موجوده واللي بتعالج هذا المرض. تمام. فهون انا لما بدي اجي اختار الكلاس تبعي بدي اعرف انه انا بدي اختار الكلاس بالاعتماد على هذا الشيء. طبعا احنا بنحكي لكم على اساس انه هي مش يعني انه الكلاسيفيكيشن بمعنى انه في عندي انا اكثر من نوع كلاس لازم انا اروح واخذ الاشي اللي بناسبني. اوكي تمام دكتور، خلاص واضح. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. في اي سؤال ثاني اي استفسار؟ يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم. بتقدروا تتفضلوا وان شاء الله راح ارفع لكم المحاضرات يعني خلال اليومين هذول راح ارفع لكم اياهم على الموقع واحط لكم المحاضرات الاسبوع الجاي ان شاء الله. دكتور بس معلش نعم. شغله خارج تفضل. نظام هاي انا مش منزله تقنيه مكتبيه. الدكتور جلال لحد الان مش منزل غير بس شابتر واحد، ما نزل تسجيلات فيديو مع انه اعطى محاضرات. شابتر واحد. طيب الشابتر اللي نزلته بيفتح عندك يعني الماتيريال الموجوده عندك حصلت عليها؟ الماده موجوده نزلها بس كتسجيلات بعده مش منزل ولا إشي مع انه انا بتواصل مع يعني طلاب بياخذوا عنده بشكل نظامي يعني ماشيين بالماده كويس.